عليكم ورحمه الله. راكم صافا لاباس غايه الحمد لله. راكم دايرين صافا بخير غايه الحمد لله لاباس بخير. ساي ساي كامير روحك باي دجشني باي نقول لهم بلي هاد لا فيديو كومبلي درناها كومبلي درناها لا فيديو كومبليت خاطش في مينا بارك الله فيك لا فيديو كومبليت على بالي درك بنت لكم حابس شفتوها بلي دو فيرتو معليش المهم الفيديو كاع كيما راها درناها كاميريناها كومبلي حكينا قعدنا 3 سوايع وحنا نوجدوا نهضروا كملناها في الليل كي طلعناها باش نمونطوها شلقينا ان شاء الله بربي لقينا بلي سون جا مساتوري وحنا ما بغيناش نشكلوها عليكم بغينا نعطوكم كاليتي شابه علاش خاطش اليوم فيديو مهمه وشابه بزاف اليوم جبنا واحد لي زيستوار تاع خوف فريمون جامي جبنا لي زيستوار شابين كيما تاع اليوم جبنا لكم 3 زيستوار شابين عجبونا بزاف خير من كاع الحلقات اللي فاتوا تاع ما كاش رقاد مي قبل ما نبدا لكم لا فيديو تاع اليوم وقبل ما تستمتعوا معنا وميم طو تخافوا غادي نديروا واحد العفسه مصطفى دور له تشو دور له مصطفى فهمه مصطفى خويا اليوم جيت نهضر لكم على لا بواط اش ال ديف مختصين في الديفلوبمون دو لوجيسيال دو جيستيون سي تادير الا انت عندك حانوت تاع قش ولا ريستورون كافيتيريا سوبرات كوزميتيك ولا مام تبيع اون غرو خاصك لوجيسيال دو فونت او كونطوار باش تبيع وتجيري ستوك تاعك وتعرف لي فورنيسور لي سالوك ولا لي كليون لي انت تسالهم تعرف الفايده تاعك لا روسيت شحال دخلت وشحال خرجت هما يقدموا لك اللوجيسيال تاعهم ويديروا لك مام فورماسيون عندهم ولا عندك في الحانوت باش تولي تعرف تخدم به وما موراها يتبعوك يوفروا لك لو سيرفيس ابري فونت سيتادير الا عندك بروبليم يجو عندك يريغلوه ومام الا انت تكون بعيد على وهران ولا تكون مقلق باش تخدم ينجموا يديروا معاك لا تيلي اسيستونس ويريغلو لك البروبليم من بعيد وعندهم مام الماتيريال دو فونت لي زورديناتور كاع لي طاي لي زيكرون لي زامبليمونت دو تيكي ومام لي زامبليمونت اكات ليكتور كود بار ومام تيروار كيس ويخدموا تانيك لانستالاسيون تاع لي كاميرا كلش من عندهم السلعه والخدمه ويديروا مام تاني لانستالاسيون تاع ريزو لوكال دي زونتربريز سيستم دالارم وستاندار تيليفوني وعندهم تاني لي كونتوز دو بي اللي يحسبوا الدراهم بكاع لي موديل يحسبوا كاع العملات ويديتيكتو الفوبي ومام كنت تعطيهم دراهم خلطين 100 ميلات مع 50 ميلات يحسبوهم سون بروبليم عندهم تاني دي باك واجدين باش تجيكم مواشر ومام لي ليفرر لي ليفرو السلعه عندهم ليكم ابليكاسيون اندرويد تندر في التليفون وامبريمونت موبيل تخدم بالبلوتوث باش ما تنغبنوش الحانوت جاي في ترافيرسا اون فاس سيما موتورز تاع هيونداي ماشي بعيد على الصديقيه في وهران ويخدموا تانيك مع كاع ولاية تاع الجيري الى راكم انتريسي هاولوا لي كونتاكت تاعهم وهاولا الفيسبوك تاعهم دروك غادي نبدو لكم بلي 3 استوار ولا 3 حكايات اللي جبناهم لكم اليوم ماما ميا شحال شابين الحكايه الاولى تاعنا سموها ذا بوكس ولا القابصه تو سامبلومون كان كاين في واحد الدار في ماريكان ان كوبل راجل مع مرته مي قبل ما نبداو لي استوار كيما مداري وكيما العاده والعويد شنديروا نعطوهم اسماوي نعطوهم اسماوي انا تبالي نسموها ريضا ومرته نسرين ريضا مع نسرين كوبل متزوجين ما بيناتهم الضحكه واللعب ومتفاهمين وعقوبه لكاع العزابه سيدي في هذيك الليله ريضا كان مع نسرين في الكوزينه هي الطيب وهو يعاون فيها تانيك ومقصرين ويضحكوا بيناتهم ويحكوا دي زانيكدوت هكا في الليل راكم تعرفوا فجاه ولا سودانمون الباب صونا ريضا دار وراح باش يشوف شكون اللي راهي صوني عند الباب مين حل الباب لقى واحد صاحبه هذا صاحبه تانيك غادي نسموه بزاف سموه فتحي فتحي دونك لقى صاحبه فتحي مي خوتي لازم تعرفوا باللي هذا فتحي كان عنده فيكي ماشي مليح معاهم سي تادير باسي مرنك مع ريضا وامانطو مع نسرين شغل الزوج ما يبغوش وتانيك ريضا هذا كان صاحبه فتحي بكري ودار له صوالح ماشي ملاح حتى ما ولاش يبغيه ولاك شغل بسيكوبات هذاك فتحي ومريض و ميم طون كان يبغي هذيك نسرين بكري فتحي عند الباب وريضا حل عليه الباب ما لقى ما يدير باسكو ريضا حشم قال لها ادخل مرحبا بك ماغري ما كانش باغي يدخل دخله مي شاف فتحي رافد واحد الكرتون ولا قابصه شغل كل كادو مغلف كاع ومبلع وجايبه له قال له هاك صاحبي هذا كادو مني ليك دونك ريضا خلع وقال له زعما ما تعيش كاع روحك ولا تجيب الكادو ولا اقدب ريضا هذاك الكادو حطه على جهه من بعد فتحي سقسه على نسرين قال لها اسكري في الدار بيان سور ريضا كذب عليه وقال لها ما راهش في الدار باسكو كيما قلت لكم كاين فيكي ماشي مليح بيناتهم دونك فتحي قال له اذا عندك شويه رجوله ولا شويه اخوه بيني وبينك مازالت عندك غير شويه حل هذا الكادو قبل ما نخرج برا ريضا الاولى توسوس بعدها قال معليش انا مهم السيد الكذا نحلها ونشوف شكاين وصايب ريضا حل هذاك الكرتون مين حله لقى واحد الورقه من الفوق حلها بغى يقراها فتحي قال له لا قال له هذه الورقه حتى من بعد قراها قال له دروك حل غير الكرتون وشوف شا فيه دونك ريضا حل الكرتون وكانت مفاجاه كبيره بالبزاف كي حل داك الكرتون لقى كل شيء كحل ولا كل شيء نوار وما يبان والو
ريدا خلع وتشوكا وما فهم والو فيها شوالة هاد الكحولية اللي راها في الكرتون. مي كي دار باش يهضر مع صاحبه فتحي، هذاك فتحي خرج ديريكت حل الباب وراح شغل هرب. دونك ريدا قاعد يتسائل وقعد مشوكي ومخلوع. من بعد قضب هذا الكرتون حطه قدامه، قضب واحد الكريون ولا قلم الرصاص قاصه في الكرتون. الكريون هذا قاعد غير يهود وما حبس، ما دار حس ما والو، ماغري كو الكرتون كان محطوط فوق طابله. زادوا خلعوا وزادوا خافوا كي هو كي نسرين، باسكو الكريون ما تكلم ما دار حس ما والو. من بعد بغى يدخل يده ونسرين قالت له قلع يدك، قلعت له يده باسكو راجلها وتخاف عليه وراكم عارفين. من موراها نسرين وريضة قاعدوا حايرين، ريضة قاعد يشوف هذيك القابسة مخلوع، حتى نسرين شافت باللي كاينة ورقة مع هذيك القابسة. كي حكمتها وقعدت تقرا فيها، فتحي كان يهضر مع ريضة وقال له باللي هاد القابسة قعد تشوف فيها الا راك باغي تسلك، لو كان تدور وجهك غادي يصرو صوالح مشي ملاح. وزاد مع التالية تاني قال له باللي سمح لي على صوالح اللي فاتوا بيناتنا، وزعما ما كنتش باغي تسرى كيما هاك، شغل ما تفهم فيها والو في هذيك البريه. تما نسرين وريضة ما فهموش غايه اش قال لهم، قعدوا يهضروا مع بعضهم بعد حتى ريضة سمع واحد الحاجة عند كرعيه. كي هود راسه صاب هداك الكريون اللي قاسه في القابسة الداخل، دونك نخلع هود حكم داك الكريون. كي طلع راسه شاف وجه تاع واحد ما يعرفهش، يشوف فيه يحمر مبلق عينيه يعرق من راسه خارج من القابسة. تما نسرين وريضة تشوكاو ما فهموا فيها والو، هاد السيد من راه خارج؟ هذيك القابسة راهي محطوطة فوق الطابلة. تما عرفوا بلي هذه حاجة انورمال، حاجة بارانورمال راها صارية معاهم. دونك تما كانوا مخلوعين، ريضة قاعد يقول هذاك السيد شكون انت، خرج شارك باغي. مي هذاك السيد والو ما بغاش يخرج وقعد يتمتم تما واحد الصوالح بيزار لي ريضة ما فهمهمش. من وراها ريضة ونسرين شادارو سيا واحد الحاجة، ريضة قال نسرين قالها بلي غادي نسيو نشوفو في بعضنا بعض ونشوفو شي صرا. دونك قعدوا يشوفو في بعضهم بعض بوندون 2 ولا 3 سكوند، كيعاودو دارو عند القابصة خرج يديه. تما فهموا شا غادي يصرا، لو كان ما يشوفوش فهادك السيد غادي يخرج، والله يعلم شا غادي يدير فيهم. ريضة حكم التليفون تاعها قاعد يعيط لصاحبه فتحي، مي ما حكمهش، اشاك فوا في كل ما يعيط له يطيح في لابوات فوكال. دونك شا دار؟ هضر مع نسرين قالها غادي نروح عند هذا فتحي وانتيا قعدي تشوفي في هذه القابسة حرزي توخري عينيك منها. وزاد راح الكوزينة جبلها خدمي وعطاها لها وقالها تصرا اي حية عيطي لي في التليفون. دونك هو خرج حكم لطوته وقعد راي عند فتحي في الطريق، وان ميم طون يعيط لصاحبه فتحي باش قال بالك نحكمه. قعد يعيط حتى واحد لاكسيون رفد عليه فتحي، غير فت فتحي ريضة ديريكت نقز عليه وقال له شهد الحية وشهد القابسة اللي جبتها لي ومنا. فتحي قال له علاه شكاين، ريضة ما فهم فيها والو، كاين بزاف تناقض في هاد الاستوار. دونك قال له باللي عطيتني هاد القابسة وخرج منها راس وما فهمت فيها والو، عيطت لك ما رفدتش عليا، دونك راني جاي عندك في الطريق باش تفهمني. تما فتحي مخلع وقال له وين راك، قال له خرجت من الدار، ريضة قال له هو، قال له ماشي خليت لك بريه وقلت لك يليق تشوف فيها، قال له هو خليت نسرين تشوف فيها، قال له لا يليق لك انت تشوف فيها، لو كان ماشي انت تشوف فيها هذاك السيد يخرج. دونك فهمتوا نسرين راها في الدونجي. تما ريضة كيما كان الحال دور اللوطو وراح ديريكسيون يجري للدار. كي دخل صاب لي ما كانش يتوقع فيه، صاب كل شيء مهرس، دعوة قاع مخلطة، صوالح مهرسين، الضوء ما كانش. تما عرف بلي نسرين صرا فيها حاجة مش مليحة. دخل للدار قاعد يحوس كاش ما يلقى نسرين، ومام طون قاعد يعيط لنسرين لمرته. بعدها لقى خدمي طايح هذاك الخدمي اللي عطاه النسرين، وتما ولا يسمع في الحس تاع الماء، هذاك الماء كان يجي من السوسول. دونك شادر حل الباب تاع السوسول، هود غير بالسياسة شاف في البيت اللي انفاس ليه واحد السيد يدوش. دونك تما كي شافه هذاك السيد حبس شغل قعد غي واقف. تما سمع حس موراه كي دار، شاف واحد الجماعة عند الباب، ومبين هذيك الجماعة كانت كاينة نسرين مرته. تما عاود دور وجه من الجهة الأخرى، شاف هذاك السيد اللي كان يدوش خرج وقعد يشوف فيه، عاود دور وجه ملهيها شاف هذيك الجماعة قربت، عاود دور وجه ملهيها شاف هذاك السيد اللي كان في الدوش خرج ودار يده عند لامبولا راه باغي يطفي لامبولا باش يطفي الضوء، راكم عارفين شي غادي يصرا موراها. دونك تما على باله بلي غادي يكون يعاود يدور وجهه الضوء غادي يطفى، قاعد يشوف فيه او ميم طون يسمع هذوك الجماعه جايين لعنده خطوه بخطوه. دونك
هذه كانت ليستوار تاعنا الاولى، جيسبر تكون عجبتكم وتكون خوفتكم بيان سور، مي ما تقلقوش مازال هذا غير ديبي. دروك غادي نروحكم للقصه الزوجه تاعنا، وقبل ما نبدو غادي نعطوه اسم السيد تاني وغادي نقول لكم ديريكت اسم اللي هو خصني نخمم فيه. انا تبان لي خالد. دونك خالد جون كيفنا كيفه، ارتيست خدام، راكم عارفين ديلير، ساكن في ابارتمون وحده. نهار من نهارات كان جاي من الخدمه، ابري نهار كومبلي تاع خدمه وعيا، طلع في لاسونسور دخل داره درب فيها تدويشه شابه وراح باش يرقد ويروبوزي. كان راقد حتى في ظهره ولا يحس واحد اليد شغل توشي فيه في ظهره وتخبش فيه في ظهره. دونك خالد ولا يحس بهذيك اليد توشي فيه وتخبش فيه في ظهره. خالد وما دار سمتم من بعد موراها عاود ولا يحس بهذيك اليد اكثر واكثر. خلوني نقعد خلوني يا. حتى دار ومين دار لقى واحد الوحش، واحد المونستر، بنادم بصح يخوف بزاف، وجهه مشوه شغل خاف بزاف خالد ونخلع. وهذاك البنادم ولا غير شوف فيه شوف فيه شوف فيه، حتى خالد في واحد اللقطه ناض وفطن ولقى روحه باللي كان غير ينوم. دونك خالد فرح وقال مزيه الحمد لله هذا كان غير منام. راح للكوزينه قدب قرعه ما باسكو عطش، شرب قحه هذيك القرعه تاع الماء ولا يرقد. خالد بور لا دوزيام فوا ارقد، عاود جا هذاك السيد غير هو في المنام. دونك توشه وخبشه في ظهره. خالد من دار هذه الخطره ما خافش كيما الخطره الاولى، دار شويه كوراج وقال غادي نسيد نهضر مع هذا السيد ونشوفه شكون. دونك قال له بلي علاه راك تجيني في منامي وشكون انت. هذاك السيد وقف وقال خالد شغل تبعني، قاعد يدير له بيده بلي تبعه. خالد تبعه الكوزينه وهذاك السيد حل فريجيدر وقال له بلي شغل هذه القرعه تاع الماء غادي تشربها كيما راها. خالد الاولى مابغاش يشرب باسكو خاف قاعد يشوف هذيك القرعه وبنت لها تخوف. مي من بعد قال للسيد كشغل غادي يكون نشربها اسكو تروح وما تزيش تجيني في مناماتي. سيد قال له واه. خالد بدا يشرب في هذيك القرعه حتى كملها كاع. من موراها كي كمل هذيك القرعه هذاك السيد قال له تبعني. قعدوا يتمشوا وخالد ما على بالهش هذا السيد وين راه دايه، حتى ذاك السيد حل الباب خالد انخلع. هو ساكن في ابارتمون في باطيمه، مي كي حل الباب لقى روحه في فيلا في واحد الجاردان هكا شغل ساكن في الارض، وكاين قدامه واحد البورتاي واحد الجاردان. دونك هذاك السيد خرج من الدار وقعد يتمشى وراح حل هذاك البورتاي وخرج وقال له اروح وتبعني. خالد قاعد يتمشى مشوكي مشي فيهم هاد المنام شوالا، مي مين وصل عند البورتاي وبغى يخرج منه حس باللي حاجة راها شداته ما خلاتهش يخرج من البورتاي. ما يعيا يسي يتمشى والو ما خلاتهش، حتى في واحد لاكسيون الماء ولا يطيح من السماء. دونك هو طلع راسه صاب باللي النور راه يتصب، مكثرت لي النو كان تصب بزاف حتى فطن في الصح، وفي الصح تاني كان النو تصب هذاك الماء نوضه. كي ناض صاب روحه عند حافه تاع الباطيمه وكان غادي يقيس روحه، وفي المنام شاهي الحاجه اللي ما خلاتهش يتمشى هذيك الدرجه صغيره الحيط صغير اللي يجي عند الحافه تاع الباطيمه. دونك تما عرف هذاك السيد اللي كان في منامه كان باغي يكتله ويرده ينقز من الباطيمه. تما خالد انخلع ديرك طاح في الارض وهرب يجري ودخل لداره. مين دخل قعد مشوكي ومشي فاهم هذا المنام وحاير باش يكالمي روحه، راح يشرب شويه ما حل فريجيدير لقى بلي هذيك القرعه اللي شربها هي قرعه تاع ويسكي. دونك على بها هذاك السيد قال له شربها باش يخبطها بالويسكي وما ينوضش باش ما ينجمش ينوض باش يكتله وينقز من الباطيمه. قبل ما نبدو لكم ليستوار الثالثة ديروا جام، ها ديروا جام، طاش هضرنا، ما حسيتوش باللي هضرنا بزاف، ديروا لنا هذاك الجام تاع بارك الله فيك، دروك نقعدوا نكملوا لكم. ليستوار الثالثة تاعنا كيما العادة والعوايد نعطوهم اسماوات. وليد. وليد وبوه تواتي. تواتي. صاي؟ الأب تواتي مع ولده وليد كانوا في الدار وكانوا مع موت وليد اللي هي مرت تواتي. هذيك أمها اسمها أم وليد. تواتي مع ولده وليد جاو رايحين ديسيداو باش يروح تواتي يزور امه، وامام طواليد يشوف جداته، وراكم عارفين جاو مقلعين في اللوطو. مي لازم تعرفوا باللي الدار ولا البلاصه اللي تكون فيها جدات وليد بعيده بزاف عليهم، نورمالمون يروحوا في الطياره. مي بغاو يروحوا باغي فيس في لوطو وحدهم مقصرين في الطريق ويروحوا الطريق طويله. دونك قلعوا ليسونس معمر وراحوا حبه حبه. ابري شويه وقت هما غيت مشوا في الطريق اللوطو حبست اون بان. دونك تواتي ما فهم والو باسكو اللوطو جديده وليسونس معمر وما كاش حاجة بيزار. حل الكابو وقعد يشوف ويفيريفي شكاين وشا مكاش. مي تماك مين كان يريقل في اللوطو ولده وليد سمع واحد الحس موراه، كي دار ما لقاه حتى واحد. تواتي
تواتي بالخفريق لداك بروبليم وركب. دونك جاو رايحين وليسونس كان نقص لهم شويه باسكو ديجا تمشاو الطريق. قال ولده باللي بروشان اري تاع ستاسيون ديسونس نحبسو ونعمرو ليسونس. حبسو قارو فيها وتواتي عطى ولده دراهم قال له هاك غادي نعمر ليسونس خلصه انت الداخل ومام طو شريكاش سقايط ولا كبيت ياكلهم في الطريق وروح. دونك وليد دخل الحانوت فرحان باسكو كان جيعان شويه بغى يشري شيبس. كي دار عند اللي يبيع الكيسي صابه شويه مستريسي ويرجف يبان في وجهه مقلق ويبان كشغل كاع مودر كاع وقشه كشغل عرقان منا عرقان كاع ومسخ. مي هو ما داهاش قال باللي رانا في بقعه كاع ما كاش منها ما نعرف ما باك سموها هاد البلاصه فيها ناس بيزار والناس مسخين راكم عارفين. دونك رفد الشيبس وراح يخلص عند الكيسي. كي حط السلعه صرا مومو جينو شويه بيزار. الكيسي قاعد يشوف الغريان وليد ووليد يشوف الكيسي ما فهم فيها والو. دونك هذاك الكيسي قاعد يشوف في وليد حتى اضحك وقال له على بالك انا ما نخدمش هنا. تما وليد نخلع تشوكا كيفاش ما يخدمش هنا وهذا راه واقف هنا دونك شكون اللي يخدم هنا. وليد هود راسه شاف واحد ميت تحت الكونطوار. تما فهم هذا السيد كان باغي يخون هذا المغازا وقتل الكيسي وانا جيت في الوقت اللي ما يليق ليش. دونك تما قاعد يشوف القاتل قاتل قاعد يشوف الوالد حتى هذاك اللي قتل داها مر وليد. وليد هرب يجري مزية الباب اوتوماتيك انتحل وحده خرج راح يجري اللوطو تاع بوه. بوه كي شافه يجري ديريكت ما حوش يفهم ما سقسه ما والو طلع في اللوطو. ولده وليد طلع في اللوطو ثاني بلعوا الباب وهذاك السيد جا وقعد يضرب في الزداج وقعد يقول لهم غادي نقتلكم ونقطع لكم ريسانكم. وتما وليد شادر نقص في الكراسه تاع الرول وقعد خايف ومبلع على ودنيه خايف حتى اللي تغاشى. من موراها بشويه من ناض صاب باللي لابوليس جات وبوه قاعد يهضر مع لابوليس. ومن موراها عرفوا باللي هذاك القتال سيتان تيور اون سيري. ومن موراها حكموا هذاك القتال وعدموه في الحبس. وهذاك وليد قاعد يقول باللي لو كان ما جريتش بالخوف وحكمني ولا الباب ما كانش اوتوماتيك ولا بويا ما فهمش وما قلحش ولا ما بلحش الباب تاع اللوطو لو كان راني ميت انا وبويا. دونك هذه كانت لي صور الثالثه تاعنا تاع تواتي مع ولده الوليد. وان شاء الله تكون عجبتكم لي صور وعجبوكم كاع لي زي صور تاعنا باسكو حنا بروحنا مبكرين عارفو نديرو لي فيديو. بارك الله فيكم ان شاء الله.